بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم بدر بنجر وحلقة أخرى من إندونيسيا الحياة. اليوم حنطلع جبل برومو عشان نشوف فوهة البركان. تبغى تعرفوا أكثر عن فوهة البركان وعن هذا الجبل؟ ابقوا معنا. ولكن قبل لا نبدأ الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. هيا بنا. إندونيسيا الحياة طبعا هذا وضعنا في الجيب. 6 انفار شوفوا. ذكرنا بالجيب الشطة اللي في السعودية. الأخ هذا سوابق عشان كذا أتذكر الأشياء دي. نحن الآن في المنطقة اللي هي الترابية اللي قلت لكم هي عليها من فوق. شوفوا السحب فوقنا، هذه كلها سحب، وهنا منطقة ضبابية، مكان للتطعيس. طبعا هنا رملة، شوفوا رملة، هذه كلها رملة، شايفين؟ مكان للتطعيس. هذا الجيب اللي جينا معاه، هذول اللي كانوا معانا، فهذا هو المكان، هذا هو المكان اللي قلنا لكم عليه، المنطقة الرملية أو الترابية اللي فوقها بالضبط السحب والضباب اللي شفناه من فوق الجبل. فالعالم هنا جاي عشان تتصور مع الجيب. طبعا هنا منطقة التطعيس او الافرود، هنا يقولون عنها افرود او التطعيس، ورايحين الى نفس فوهة البركان في جبل برومو. طبعا وقفنا هنا السواق حقنا، وطبعا اول ما جينا جول هذول كلهم، شوفوا اي واحد يجي يوصل على طول يروح عنده. فاللي بيطلع الى الجبل فوق الفوهة يركب الحصان ب 150 رايح جاي، واذا بس طلوع او نزول يقولوا ما بين 75 الى 50 حسب صاحب الحصان. هنا شوفوا السيارات قديش كثرة، هنا شوفوا كلهم جايين هنا، شوفوا فهذه السيارة حقتنا، ورايحين ندور عيشة عشان ناكل. بعد ما ناكل نقدر نطلع فوق، لانه من امس ما اكلنا شيء. افطار رز مع الصباح، هذه الطبخه يسموها راون، عباره عن لحم ببهارات معينه، الادام حقه لونه قريب الاسود، شوفوا طبعا السمبل لازم منه، والبرقدل اللي هو الكفته والكروبو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله. بعد ما عبينا البطون بنطلع فوق. شوفوا هذه كلها سيارات، شوفوا جيوب كلها. مقبل احسنة، شوفوا هذا مقبل احسنة هنا. طب احنا كنا هناك بعد ذاك، والله مشوار يا واد، نشوفه من هنا قريب ولكن هذا والله مشوار. نستمتع بنطلع فوق لين القوة او فوهة البركان. هذا هو جبل برومو، وهنا الجبل الثاني اللي قدامه جبل طلق، ما ادري ايش قال اسمه. فخلونا نطلع لفوق. بسم الله. هنا بدايتنا للدرج، شوفوا الدرج كيف، والله مشوار. يلا بسم الله، طلوع الدرج. شوف العالم نازل على مهله، احنا طالعين. باقي لي شويه واوصل، ولكن مره نهد حالي، مره ما في لياقه. ايش هذا؟ الله خارجنا بس. شوفوا كيف الدرج ده، والدنيا خلاص ضباب، ما احنا شايفين شيء صراحه، ضباب. يعني الجبال اللي هناك ما ادري ماني شايفه خلاص، مع انه هناك ترى في جبل هنا وفي جبل هنا، فما احنا شايفين. معليش انا نفسي
شوية طالع انه تعب، والله تعب والله، لكن التعب هذا كله يروح لما نشوف منكم لايك وتعليق جميل واشتراك طبعا ونشر للفيديو في كل مكان، فادعمونا. اوه اخيرا الحمد لله وصلنا، وهذه هي فوهة البركان. ها هي سبحان الله. تقول لي اكتف ها؟ قبل شهر يقولوا، قبل كم شهر خلى دخان وسوى غبره وسوى اشياء حلوه ها؟ الفلك بس كذا ابو فجره كذا سوى غبره. هذا انا معكم من جانب فوهة البركان خلفي، شوفوا هذا البركان خلفي هناك، فصراحه المكان جميل جدا ورائع، ولكن الطريق اليه متعب، وعلى قولهم ما في حلاوه من غير نار، فالناس اللي عندهم عزيمه وعندهم قوه جسمانيه وعندهم لياقه هم اللي راح يوصلوا هنا، لكن اللي نص نص ما حيوصل. فصراحه مكان جميل ورائع، شوفوا الدخان كيف تحت، هذه فوهة بركان برومو، شوفوا طبعا هنا في عائله دري مانا هني دري باليمبانغ جلان ليبور جلان. طبعا هذول من فلمبان، طبعا فلمبان في سومطرة، سومطرة الجنوبية سومطرة سلاتن فلمبان، هذول من هناك راح يشوفوا نفسهم هناك. اوكي انت اللي تديري سنديري انت اليوتيوب يا وداتاو كان نمانيا ها. فالمكان صراحة جميل ورائع، وفوهة البركان هنا تحتنا، فالمغامرة دي كلها عشان نوصل لهذا المكان الجميل سبحان الله. طبعا احنا الان مع اصحاب اللي معانا في الجيب، ثيابنا من تدري؟ لطفي سماه جوناثان bagaimana perasaannya sudah sampai di puncak Gunung Bromo dengan kedekatan dan sini? Capek sih. Capek tapi bagus sih pemandangannya, jadi worth it. Jadi worth it. Yeah, worth it. Gimana Jonathan? Keren sih. Keren banget. Ya, alhamdulillah udah sampai di sini sama rombongan kita di mobil Jonathan sama Lutfi. Dan ini Papa Ibrahim. Halo sahala. Ha, terlalu. Kaif ihsasak? والله احساس شعور رائع وجميل ومكان ممتاز، يعني صراحه الزياره يا سلام. يجونا من برا، من برا اندونيسيا يجونا عشان يروحون برومو، هذا كثير بعد يا سلام عليك، يعني يحتاج زياره. واذا كانت بتشوفونا اول قبل سبع قنوات اندونيسيا الحياه عشان تشوفونه بالكامل. شكرا. بعدها تروحون لاندونيسيا يا سلام. هذه هو او هذه هي فوهة البركان. اوه صراحه احساس رائع وانت على حافه فوهة البركان، اول مره في حياتي اوصل لمنطقه مثل هذه. طبعا في اللي هو كوايجن بس يعني هذا شيء ثاني، شوفوا في جبل برومو شيء ثاني يا سلام. طبعا قبل شوي زي ما قلنا لكم ما كنا نشوف اي شيء بسبب كميه الضباب اللي جات هنا، لكن الان سبحان الله شوفوا الجبل بنى اللي هنا والجبل اللي هناك ايضا بنى. احنا طبعا كنا هناك في الجهه الثانيه في الصباح بدري لما شفنا جبل برومو هذا، فسبحان الله جمال الكون وسبحان الله خالق هذا الكون. شوفوا هذا هو دخان فوهة البركان حق جبل برومو. صراحة يعني بصراحة المغامرة حلوة تستاهل انك تطلع لهم فوق عشان تستمتع بالمناظر الجميلة اللي فوق. الان احنا نزولنا الى الاسفل، على الاقل النزول اهون من الطلوع، والله الطلوع كان مرة متعب. اوه ما شاء الله شوفوا هذا يبيع طبعا الورود ما شاء الله طبيعية هذه كلها ترى، بس في بعضها صابغينها ألوان. هنا أيضا هذا يبيع ورود أيضا عند طلعة برومو. يعني الرحلة كلها من مواقف السيارات إلى الطلوع على الجبل فوق ثم نزولنا
تستغرق ما بين ساعتين إلى ساعتين ونص حسب جلستنا فوق وحسب مدة طلوعنا ومدة نزولنا، لأنه إذا كنت برجولك أكثر من 3-4 ساعات، لكن ذا كده إحنا بالأحصنة أسرع وأخف وعلى قولهم ما غير متعب. بعد هنا يكثروا الباعة المتجولين حتى عندهم ملابس وفلاين لمنظر المنطقة، مطبوعات طبعا هنا، عصائر، أكلات، بأسو، ساتي، شوفوا فأشياء حلوة. هذول العالم كلهم موقفين هنا، هذول شكلهم دوبهم واصلين. احنا سيارتنا هناك، شوفوا خلف الحمرة ذي واحدة حمرة ثانية هناك. إلى هنا نصل معكم إلى نهاية رحلة طلوع جبل برومو عند فوهة البركان. طبعا نحن الآن في منطقة سافانا تيلي تابيس، برنامج تيلي تابيس معروف للأطفال اللي فيها تيكي ويكي مدري ماني، لأنه أنا ما اتفرجتها، هذول الجيل التسعينات هم اللي اتفرجوها، أنا قديم جدا أيام عدنان ولينا وجزيرة الكنز. فهذه المنطقة صراحة جدا جميلة ورائعة، العادة تكون مرة خضراء، ولكن بسبب أنه موسم الجفاف بدأت تصير شوية صفراء بحكم أنه ما فيش مطر لهم فترة هنا، ما جاهم مطر. فهذه هي المنطقة، شوفوا هذول جايين جروب، وهذه هي منطقة جبال تيلي تابيس، شوفوا كلها خضراء ما شاء الله تبارك الرحمن، الله شيء جميل ورائع صراحة. أوه. بصراحة المكان جميل ويستاهل الجاية لهنا للناس اللي تحب المغامرة وتحب التعب، لأنه السفر فيه تعب، فإذا ما تبي تتعب خليك في البيت أتفرج على فيديوهاتنا بس وتنبسط إن شاء الله. الله يسعدكم جميعا متابعينا الكرام، أشكر المتابعين الجدد إنهم اشتركوا معنا، وأشكر أيضا المتابعين القدامى اللي دعمونا من أول ما بدأنا القناة وحتى اللحظة هذه، هم يدعمونا وينشرون لنا القناة في كل مكان. تحياتي لكم، فندعكم تستمتعون بهذه المنطقة الجميلة. كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم، إذا عجبكم الفيديو انشروه في كل مكان ودعمونا باللايكات واعطونا رأيكم في الكومنت، ولا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة. سامباي جمبلاقي، اندونيسيا الحياة للأمام.